عثمان جعفر عبد الله، الأمين العام للهلال الأحمر السوداني. هل تسمعني؟ ترخي جسمك، عندنا الفساد بتاعك من 2007 لحد 2016 بالمستندات والأدلة والصور. ترخي جسمك وترقد ولا نجيبه ولا سنة ساعتها؟ أرقد أرقد وارخي جسمك. البحشوم جاك ورح. من بداية الثورة ما في أي جهة أسعفت الجرحى إلا لجان الثوار ومجهودات ناظم سراج والمتطوعين. معروف إنه الهلال الأحمر عنده غرفة طوارئ مشتركة مع جهاز الأمن، وبيتم تدريب أفراد جهاز الأمن على الإسعافات الأولية. في بدايات الثورة كانت في غرفة طوارئ مخصصة للتظاهرات وبدعم من الصليب الأحمر الألماني، رغم إنه ما في أي عمل ميداني للهلال الأحمر، وكان بيتم رفع تقارير مضللة للصليب الأحمر الألماني. الهلال الأحمر دوره رقابي وبيعتبر من المنظمات العالمية المعتمدة عند الأمم المتحدة، يعني أي تقرير من الهلال الأحمر بيعتبر وثيقة. كل العربات التابعة للهلال الأحمر والعاملين والمتطوعين عندهم حصانة، ما ممكن لأي جهة حتى جهاز الأمن إنه يحتقله أو يصادر أي عربية تابعة للهلال الأحمر حسب بروتوكولات جنيف. وشارت الهلال الأحمر محمية وفق القانون الدولي الإنساني. الأمين العام منع استخدام عربات الهلال الأحمر لإسعاف الجرحى لأنه جهاز الأمن عارف إنه العربات دي عندها حماية، وأي توثيق لأي انتهاك كان حيدين الأمن. قبل ما نخش في التفاصيل، تحية كبيرة للمتطوعين بتاعين الهلال الأحمر اللي كانوا ما راضين بالحاصل وعملوا إعلان وطالبوا الأمين العام بتوفير الإسعافات لجرحى المظاهرات لكن رفض. وكنت متابع معاهم ونشرت عدد من الوثائق الخاصة بفساد الأمين العام على صفحة البحشوم في الفيسبوك. في يوم الثلاثاء الفات كانت في وقفة احتجاجية من متطوعي الهلال الأحمر بيطالبوا باستقالة الأمين العام. قام الأمين العام اتصل باللواء الكوز يونس محمود، لأنه يونس محمود هو نفسه كان بيجي يستلم مساعدات من الهلال الأحمر. يونس محمود رسل 3 تاتشرات من الاستخبارات العسكرية، وضباط الاستخبارات العسكرية وقفوا مع متطوعي الهلال الأحمر. فقام الأمين العام غش الناس باستقالة شفهية حتى الناس تهدى، لكن الناس تهدى وين والمعشوق قاعد؟ إلا تستقيل استقالة كاملة ويتم محاسبتك يا عثمان جعفر عبد الله ورح. عثمان جعفر ما عنده أي مؤهلات إنه يكون الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، لأنه خريج دبلوم اتصالات سلكية، دبلوم لمدة 2 سنين، وما بيعرف إنجليزي. أول ما تم تعيينه في الهلال الأحمر السوداني عينوه في فرح كسلة، وكان مشرف على اتصالات الراديو وما عنده غير عجلة. حاليا عنده فيلا في الجليف شريك، وفيلا في المجاهدين، ومزرعة في كسلة، بالإضافة إلى فندق في سوق كسلة، وشريك في منظمة تتبع لإبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس السابق. وفي نفس الوقت هو الأمين العام للهلال الأحمر، ومقرر الهيئة العامة، ومقرر اللجنة المركزية، ومقرر اللجنة التنفيذية، بالإضافة لأنه هو رئيس مجلس إدارة جامعة كسلة، ورئيس مجلس أمناء فرع جمعية الهلال الأحمر السوداني. أخوه شغال بفرع الهلال الأحمر في كسلة، وخالته مدير فرع الهلال الأحمر في كسلة. حسب النظام الأساسي للهلال الأحمر السوداني، الترشيح لمنصب الأمين العام بكل دورة، تم تنصيبه أمين عام في 2007، فقام مباشرة عدل النظام الأساسي
وعدل فقرة انتخاب الأمين العام إلى تعيين حتى يكون أمين عام للأبد. فسادك أنا ما أعرف أبدأ من وين ولا من وين. أبدأ بالعربات اللي حولتها من الملكية تحت الهلال الأحمر لملكيتك الخاصة، ولا أبدأ بالقروش اللي أنت سرقتها، ولا أبدأ بالأراضي اللي أنت بحتها؟ أول عربية حولها لملكيته الخاصة العربية برادو 144، وعربية برادو برضو تانية خصصها لمرته. عربية برادو جات هدية من الاتحاد الدولي للهلال الأحمر بالرقم 10. عربية البوكس الدبل كابين موديل 2013 جات من الهلال الأحمر القطري. البوكس الدبل كابين موديل 94 الشغال في المزرعة بتحتك في صوب الشرك. العربات النيسان 2005 جات من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. كل العربات دي عثمان حولها لملكيته الخاصة. سرق جنريترين، الأول بمبلغ 19,000 دولار وخدته في بيته في الجريف غريب. سرق مبلغ 50,000 دولار من حامل الهلال الأحمر الإماراتي. سرق الجنريتر الجاء من حامل الهلال الأحمر التركي لمستشفى نيالة وسفره وخدته في المزرعة بتاعته في كسلة. سرق 100,000 دولار جاء دعم من وزارة المالية لجرح اليمن، والمبلغ ما مر بالحسابات وما تم تسويته حتى الآن. عثمان، ال 11 مليار جنيه أجات كدعم من الهلال الأحمر الإماراتي لتشييد المراكز الخدمية بولاية دارفور، مشت وين يا عثمان؟ عثمان؟ عثمان جحفر، الأراضي دي مشت وين يا عثمان؟ المكتب اللي دحفر بولاية الخرطوم والبالغ مساحته حوالي 800 متر مربع، وديت وين؟ قطعة الأرض اللي بتقع جنوب مستشفى الشعب بمساحة 400 متر مربع، وديت وين يا عثمان؟ قطعة أرض منطقة الكلات للفة، وقطعة أرض مدينة أمبدة، وقطعة أرض امتداد الصحافة، وديتم وين يا عثمان؟ هل تسمعني؟ غير المكالمات، عنده مكالمات وصلت 9,000 جنيه، مكالمات خاصة، وحننشر كل الحاجات دي بالتفاصيل، وكل الملفات دي ومعها المخالفات الإدارية وأكثر بكثير وصلت للمجلس العسكري. تستخيل ولا ترقد؟ فترقد يا عثمان ثم ترقد، وده الجزء الأول. الجزء الثاني حنبدأ نشوف فيه إنه الناس لقوا شلو في الصرف الصحي. إيه تفاهمني؟